عنكبوت الأرملة السوداء. الأرملة السوداء الجنوبية أو الأرملة الجنوبية، تسمى الأرملة السوداء، هي نوع من العناكب السامة للغاية، وتتميز إناثها بأن لها لون مميز من الأسود والأحمر، وتأكل أحيانا شريكها بعد الإنجاب. وتعيش هذه الأنواع في أمريكا الشمالية، وسمها نادر ما يكون قاتل البشر. تعيش الإناث تقريبا 3 سنوات، بينما يبلغ عمر الذكور شهر أو شهرين، لهذا سميت الإناث بالأرامل.